شفت ان شفت انت شفت ان الزمالك النادي الاهلي الزمالك جمال الزمالك جمال لا لا طبيعي. لا لا انت لا لا يعني اسال حد سافر افريقيا كويس افريقيا كلها لا مفيش الاهلي في افريقيا مرعب عارفيننا بالاسم بالاسم عارفين اللعيب الزمالك بالاسم لا انت بتروح هناك انت يعني تروح بس الاوتيل هقول لك على حاجه ايه مقر اللي هيخلي واحد مقر زي بتاع النادي اديبايور الاهلي مثلا اللي بيتمرن فيه او الاوتيل في اي دوله افريقيه هتشوف حاجه مرعبه يعني ايه هتشوف حاجه مرعبه والزمالك يعني ما عنديش فكره بقى بس فانت بقى ما تقولش ما انت برده ما تقولش كلام ما تتحاسب عليه انت راجل هنا اعلامي ما ينفعش تقول الكلام ده بس انا عارف شباب لا ما ينفعش تقول الكلام ده الكلام ده غلط عليك تتحاسب عليه ليه ايوه تتحاسب على الكلام ده عشان ليه؟ انت ما بص هو انت تبقى تقول حاجه مخالفه انت ايوه يتحاسب على الكلام عليك الحد ايه اللي بيقوله ده دي شباب كبيره جدا على فكره عشان ايه بطولاته مثلا لان انا يعني هو بطولاته مثلا انا يعني انت بتتكلم على واحد حقبه من الزمن انت بتتكلم على واحد واخد اكبر من الاهلي يعني النادي الاهلي واخد اكتر نادي في التاريخ واخد بطولات في افريقيا كلها مفيش نادي في افريقيا واخد انا بتكلم على ان في تقولي القرن اللي فات في القرن في القرن اللي فات ما تقول كلام واقعي طب مش البطولات قول كلام عشان الناس تصدقك مش بطولات انا والناس تصدقك لا مش هصدقك محدش لما انت تقول كده محدش بطولات الاهلي مش كبيره جدا قول لي صح طب شعبيه الزمالك في الخليج اخبارها ايه بص انا ما بختلفش ما ترد عليا بص طيب. انا بقول لك اهو النادي الاهلي والزمالك شعبيته في افريقيا والدول العربيه كبيره جدا بس طيب. اللي انت التصريح اللي انت بتقوله ان الشعبيه اكبر واصغر واتخن وارفع دي بقى يعني انت محتاج مصمم ازياء يا عم لما احنا هنا 110 يعني تصمم مليون. لك التصريح ده ازاي يعني بس التصريح ده يعني لا علاقه لها بالصحه وانت ايه اللي انت واللي انت بتقوله ده علاقته ايه بالصحة؟ ايوه ما انا بقول انا بقول لك نتيجه سافرنا بقى احنا سافرنا افريقيا فشعبيتي مش عارف ايه انا شفت بعينيا بقى انا شفت بعينيا واقول لك شاف بعينه لا وشيكابالا شاف بعينه ما ينفعش بقى اقول لك انا ما جيتش اقول لك يعني انا ما قلتش انت ايه اللي مزعلك طيب لا انا ما قلتش ان النادي الاهلي شعبيته في افريقيا اجمد من الزمالك تقول انت ايه المشكله ما اقدرش اقول كده ليه بقى تقول يا عم هقول لك ما اقدرش اقول كده عشان ما ينفعش احنا كام مليون واحد في مصر ما ينفعش تقول الكلام ده الكلام ده غلط لما تطلع تقول لي احنا الاهلاويه 90 مليون انا اصدقها برضو ازاي مين اللي قال كده 90 مليون مين قال اعضاء مجالس اداره بجمهور بكله ناس كتير بص يا احمد عارف برضو ده بسطها لك دول بيسموهم ازياء ابسطها لك دول بيسموهم ازياء ابسطها لك دول بيسموهم ازياء بس ابسطها لك ابسطها لك اي اكبر يعني انت من الحاجات اللي برضو بتضايق الزملكاويه جدا ان مثلا اكبر شركات العالم واكبر شركات في مصر لما بتيجي تعمل اعلان ليها بتروح طبعا للحاجه الكسبانه مفيش واحد عايز يعني فبيروح الزمالك خسران اسمعني لا طيب. الشعبيه بقى البايع بايه انت لما بتيجي تعمل اعلان الزمالك ملوش شعبيه ليه شعبيه بس طيب. لا تقارن بالعالم. هل هي 90 مليون مقابل 20 مليون لا طبعا الكلام ده غلط طبعا طيب. الكلام ما اقدرش اقول الكلام ده عيب اللي يقول الكلام ده عيب انا ما اقدرش اقول الكلام من مجلس اداره انا ما اقولكش الكلام ده انا ما اقولكش الكلام ده كلام مجلس اداره انا حر اقول انا برضو انا بيتكلم براحته انا بتكلم على لساني هو كده بيصمم ازياء انا بتكلم على لساني انا بتكلم على انا بقول لك الكلام ده طبعا ما ينفعش اقوله بس انا بقول لك لو اتكلمنا على شعبيه النادي الاهلي منطقيا ولوجيك وكده لا النادي الاهلي النادي الاهلي عددا في مصر اكبر جمهور وانا بقولش لا بس مش لدرجه 90 مليون و20 مليون زي ما كان انا اتفق معاك طبعا هي تتقاس ازاي نقولها تاني وثالث صعب جدا تتقاس بس انتوا اكتر انت تتقاس ازاي برضه هقول تاني تتقاس ازاي بنقعد نقول الكلام ده 100 مره عشان خاطر الناس تفهم اللي احنا بنقوله اللي مش عايزين يفهموا فهنقول تاني عشان يفهموا التعداد السكاني في مصر قائم على ايه ذكور واناث صح كده صح والذكور واناث بينقسموا لايه لفئات عمريه يعني في اطفال في رضع في لحد سن 10 سنين صح كده في ستات في رجاله صح في كبار سن في كبار سن في ناس مش بتحب الكوره اصلا لما انت تطلع يعني يعني والدتي والدتك والدتك اختي واختك وزوجتي وزوجتك وكده لا انا امي زملكاويه جدا ماشي انا بتكلم على فكره ان اخواتنا الفضليات في مصر يعني مش زينا يعني كرجاله بنتفرج على الماتشات يعني لو انت جيت قلت لها عمرو السماكه كان بيلعب فين هتقول لك كان بيلعب في السنبلاويين مش هتعرف عمرو السماكه يعني اصلا يعني مش هتعرف احمد مش هتعرف احمد جمال لا هيعرفين عشان امي يا عم مش بتكلم عن بيتك انا بتكلم بصفه عامه انا فاهم يعني انا اختي مش هتعرف حضرتك يعني ما تزعلش مني فاهم واخته مش تعرفني ان انا ماليش في الكوره هي لا بيتها عيالها مدرسه خد بالك دلوقتي الوعي شويه ابتدى شويه صح انا معاه فالنهارده هتطلع 50 مليون مثلا مصريه يعني منهم مثلا خمسه اللي بيحبوا الكوره شويه اللي عارفين شويه صح وال 45 التانيين دولت اهتماماتهم ملهاش علاقه اصلا بالكوره صح ولا انا بتكلم غلط صح ادي كده الستات بره حلو وعندك مثلا 10 مليون طفل انت طلعت كل الستات بره ما انا قلت لك 5 مليون بيحبوا الكوره يا عمي ما انا قلت لك اهو ما انا قلت لك اختي واختك ماشي انا بتكلم انت مشجع ايه انا مشجع الاهلي طب الكوره